بسم الله على بركة الله. أهلا يعرفوا الخصوصيات وعادات وتقاليد المنطقة و يعني ممكن تكون فيه بعض الاختلافات البسيطة هنا في الشمال الجنوب كذا دونك دائما الإنسان القاضي يكون يعرف الكاميرا يعني ناس هنا يحتاجوا التكفل زر ما خسرنا والو الجميع هذه ما في مدينة كبيرة الدنيا هم كل واحد التي بهمه من يخرج الصباح واحد ما يقعد معه هنا الناس ما يعدي جماعة هذه هي الخصوصيات اللي نأخذها حتى يستلموا مرافق كما هذه مرافق عصرية وكذا مليح لأنها تساهم في ترقية الخدمة ولكن الأحسن لو يكون المحتوى جيد أكثر يعني من والمحتوى شكون يصنعه؟ يصنعه المحامي ويصنعه القاضي ويصنعه أمين الضبط من خلال العمل القضائي وإلى زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.